من لحظات انتهت قمة مباريات الجولة التاسعة، الأهلي بمن حضر. يعني إيه بمن حضر؟ يعني يغيب أحمد فتحي مفيش مشاكل، يغيب رمضان صبحي برضه مفيش مشاكل، يغيب عمرو السولية برضه مفيش مشاكل، الأهلي بيفوز. طبعا هدف برأس الحاوي كابتن وليد سليمان اللي دايما بينزل بيغير كل حاجة، سواء بيلعب سواء ما بيبتديش المباراة بينزل في دقائق معدودة بيغير المواضيع كلها، لأن عنده حماس، عنده غيرة، عنده كورة، عنده كل حاجة. وليد سليمان دايما بيغير الأوضاع، لما بتتأزم في النادي الأهلي بيكون وليد سليمان حاضر وبيغير أي نتيجة لفوز مهم جدا وكلين شيت للنادي الأهلي حتى الآن في الدوري المصري. اللهم لا حسد، لكن مين اللي يقف قدام الأهلي؟ مفيش حد لحد دلوقتي.